ضمن هذه الآلية. خويا الأرقام الوطنية والأسماء رباعية، عندنا ضباط وأفراد وجنود وراء ضباط صف من طرابلس من الجنوب، لما نعطي الرقم العسكري ونعطي رقم الوطني في لما تصير الاختلاف، احنا ما زلنا ما اتفقنا، القوات المسلحة ما زالت منضمت لبعضها، لما يوم 24 ديسمبر ما صارش من انتخابات والبلاد انقسمت ورد الجيش وردت الحرب، شن ذنب الناس اللي خليت أرقام وطنيتها؟ انت مشي المرحله، مازال فيها شهرين، اعطي مرتبات القوات المسلحه، اعطي لي عاشه، سمي وزاره الدفاع، نحن معاك يا دكتور عبد الحميد البيبه، اصرف على حكومتك، نحن الان نحكوا على وزاره الداخليه تامن فيك لما جازت في طبرق، نحن نزلنا قدامك لما بيهينوك المتظاهرين، نحن نزلنا عليهم، منعنا الاهانه، قبلناها في ارواحنا. ليش يا سيد عبد الحميد ما تصرفش على وزارة الداخلية المنطقة الشرقية؟ 26 مديرية أمن، أكثر من 10 إدارات، أكثر من أحكوا على الجوازات، جميع مدن ومناطق المنطقة الشرقية لا يوجد بها أي دعم كان من الحكومة. طيب إذا أنت